خلينا نشوف هو بيقول ايه في ارض الملعب. خلينا نروح لساله حامد مراسلتنا من ارض الملعب ولقاء مع مستر فرناندو مونزو المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي. والحقيقه سالة بلغيه تحياتي وليله ان هو لما كان معانا في الاستوديو هنا وعد ان شاء الله بالبطولات، وعد انه يبذل قصارى جهده في حاجتين، انه يطلع وجوه جديده للفريق وفي نفس الوقت ناخد البطولات. خلينا نحييه ونقول انه صدق في اول اختبار. بشكرك جدا طبعا يا كابتن هيثم. في البدايه طبعا برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن طبعا زي ما حضرتك قلت، يمكن خلينا طبعا نروح نشوف المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي مستر فرناندو هيقول ايه من ارض الملعب. مستر فرناندو، اوف كورس ليت مي ويلكم يو اونر اهلي تي في شانل اند ليت مي تيل يو كونجراتوليشنز فور توديز ماتش يور فيرست تشامبيون شيب ان ذا بيجينينج اوف ذيس سيزون. Before I ask you anything about this match or anything related to this match, let me ask you about your feeling today, first championship at the beginning of the season with the Ahli team and against a strong team like Al-Zamalek. And also let me tell you that TV presenter Captain Haitham Saeed and his guests are telling you thank you for this performance, and they are welcoming you on their Ahli TV channel, and they are telling you thank you, a very great performance from all the players. Thank you very much for all. We know it's a tough game today with Zamalek, we know from the beginning. But first, I would like to remember the players today not are in the roster because we have 20 players. I would like to remember Serif and Abdo, the under 17 players that are working with us during all the season. Also Hamza, under 19, Ezur, Sophie, and Said. Players today not are in the roster and very important for this team, give the performance they give today. Also for the staff, because I'm very happy about how is working the staff, and this is very important for to arrive this performance. It's a staff job from all the days when we start in August. So I'm very happy about how they are working and how show the team today, not only winning, how we show our team job. طبعا يا كابتن هيثم سالته على المباراه النهارده، رايه في اداء اللاعبين، ويمكن كمان قلت له احساسه ايه بعد المباراه النهارده. يمكن نتكلم بالتاكيد انه مبسوط جدا اول بطوله ليه مع النادي الاهلي. اتكلم كمان ان المباراه طبعا النهارده كانت مباراه صعبه جدا. اتكلم انه قال برده ان في العديد من اللعيبه تحت السن في فريق النادي الاهلي، بيشكر الجهاز الفني بالكامل، يمكن مش بس بيشكرهم على الفوز النهارده، يمكن كمان قال ان هو بيشكرهم على المجهود اللي عملوه الفتره اللي فاتت، الشغل طبعا الكتير اللي عملوه عشان يظهروا بالطريقه دي. يمكن هو بيتكلم اكتر على الشكل اللي ظهر بيه النادي الاهلي في مباراه اليوم، وطبعا وصف ان المباراه بالتاكيد كانت مباراه صعبه. مستر فرناندو، also let me ask you about the performance. Today we saw a great performance of Abu, one of the players. حبيبي كوتش، حبيبي الحمد لله. ترجم حبيبي. ترجم يا حليم. ترجم. ترجم. مش قادر اتكلم. الحمد لله، واقول الحمد لله على المكسب واول بطوله ليه ان شاء الله، وباذن الله الدوري والكاس. Habibi, like one of the closest people to him. Mr. Fernando, I'm asking you about the performance of all the players. We saw a very great performance from Al Ahli and also Al Zamalek. Yeah, we know we are the best teams in Egypt, and we have both of teams have players with high experience, with very good quality. And we know these the games we are waiting for to play in this level. Also, I would like to say congratulations the performance give Army and Petrojet for to arrive in the playoff and these games in the Super Cup, because for sure help us for these two teams arrive in this level today. يمكن طبعا يا كابتن هيثم سالته على الاداء لاعبي النادي الاهلي، وشفنا طبعا اداء قوي من لاعبي نادي الزمالك. يمكن قال طبعا انه مبسوط جدا باداء جميع لاعبي النادي الاهلي، ويمكن كمان اتكلم انه الفريق مليان بالعناصر اللي طبعا عندها خبره وعناصر طبعا يعني كمان قويه، يمكن طبعا بتفرق في المباراه. وكمان بيقول ان احنا دايما بننتظر يمكن النوع ده من المباريات زي مباراه النهارده الزمالك قدام خصم طبعا قوي جدا. كمان اتكلم على نادي الزمالك وشايف انه اداء طبعا قوي. كمان اتكلم بالتاكيد يعني على اداء نادي الزمالك، شايف ان هو اداء قوي جدا لجميع لاعبيه نادي الزمالك. مستر فرناندو، a large number of fans, الاهلي fans, all of them believe in you. And also before the match and before this interview, I told you, me especially, I believe in you, Mr. Fernando, and all the players that you're gonna win this championship. A lot of fans were there. Their encouragement was so strong. So say a word for الاهلي fans.
No, I would like to say a word first from the club for the support this team, for to create this team, because we have Mr. Hallett and many members close to us for to make this team stronger this season, and also for the fans. We hope that this is the first step, it's the first cup of the season, but for sure we will have good moments and suffering moments, and both of these moments we must to live it together. I hope for the playoff and the African Championship in April we will meet again together in our hall with many fans, and we can give them again more cups. طبعا يا كابتن هيثم بتكلم معاه عن يعني جماهير النادي الاهلي اللي كله طبعا كان واثق منذ قدومه للنادي الاهلي وانضمامه للنادي الاهلي. يمكن طبعا اتكلم وقال انه بيشكره وبيشكر كمان يعني مجلس اداره النادي الاهلي والكل القائمين في النادي الاهلي وبالاخص كمان طبعا الكابتن خالد العوضي والكل طبعا في النشاط الرياضي على بناء يعني الفريق ده وتدعيمه طبعا بالتاكيد بكل العناصر وبكل شيء طبعا يخص فريقه النادي الاهلي. كمان بيقول لجماهير النادي الاهلي الموسم طويل، موسم صعب جدا، يمكن كمان هدفهم هو الاكثر وهي بطوله افريقيا ان شاء الله تنظم في النادي الاهلي في شهر 4 بعد رمضان. فطبعا هو سعيد جدا، منتظر، عنده طموح كبير جدا طبعا هو يحقق المزيد من البطولات هذا الموسم. مستر فرناندو، ثانك يو سو ماتش فور ذيس انترفيو، جود لك ان ذا نيكست تشامبيونشيب، ايجيبشن كاب، Egyptian League, and also the African Championship. Good luck. We believe in you. Thank you so much for this interview and congratulations again. Thank you to you. Thank you. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع المدير الفني الاسباني مستر فرناندو، وطبعا عبر عن سعادته الكبيره فوز النادي الاهلي بالسوبر المصري ثاني مره على التوالي، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا يكلم ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلام حامد، بشكرك شكرا جزيلا.